قال لك الاول ازيكم، قال لك ايه بقى، قال لك الاقتصاد المصري بعافيه يا جماعه، وما تصدقوش ابدا انه الاوضاع الاقتصاديه العالميه هي السبب. المشكله كلها في اقتصادنا وفي طريقه ادارتنا للمنظومه الاقتصاديه. لازم يا جماعه بقى نبدا نفكر خارج الصندوق، لازم بقى نبدا نغير، لازم بقى نبدا نشوف حاجات جديده وطريقه جديده في اداره الاقتصاد. معلش سؤال، يعني هو الطريقة بتاعتنا في إدارة الاقتصاد خلال الثمان سنين عملت إيه وحش يعني؟ يعني مثلا هل خلتنا لا سمح الله تراجعنا اقتصاديا في معدل النمو اللي كان مزهزه وزي الورد، ولا طلعتنا لقدام؟ سؤال مثلا، يعني الطريقة بتاعتنا اللي أدت إلى زيادة الحدود الدنيا للأجور مرة واثنين وثلاثة واربعة، فوصلت تقريبا لحوالي 2400 جنيه حد أدنى للأجور، ده كده معناه ان الاقتصاد او ان الطريقة بتاعتنا مش مظبوطة يعني، ماشي. او انه الصادرات بتاعتك اللي عمالة بتزيد على مختلف القطاعات الاقتصادية، يعني صادراتك البترولية والغاز الطبيعي عمال بيزيد، صادراتك الزراعية بتزيد من حيث الكم والعائد، عائدات قناة السويس بتزيد من حيث الكم والعائد، صادراتك غير البترولية بتزيد من حيث الكم والعائد. الله، يعني انت ما فيش عندك صناعة بتزيد، زراعة بتزيد، بترول بيزيد، سياحة بتزيد، طب على مستوى الأجور بتزيد. هتيجي تقولي بس ما تنساش ان معدل التضخم زاد، اقولك لحظة واحدة واحدة، هو حضرتك تعرف معدل التضخم كان قد ايه في 2010؟ بلاش. تعرف معدل التضخم كان قد ايه في 2013؟ بلاش. طب نزل قد ايه؟ معدل التضخم في 12-13 كان تقريبا 13.5% لو انا فاكر صح يعني. دلوقتي معدل التضخم قد ايه؟ لا، معدل البطالة، معدل البطالة كان 13.5%، نزل لحد ما وصل ل7.2. الله، بص واحدة واحدة على نفسك وعليا، وأنا كمان واحدة واحدة عليك، أنا وإنت، أنا وإنت، إحنا كلنا كده كمواطنين، إحنا كلنا في مركب واحد، كلنا في مركب واحد. في ناس عايزة تنط من المركب، اللي عاوز ينط ينط بس ما يعيطش، ما يرجعش بعد كده يقول أصل والله أنا. إحنا كلنا لازم نقدف وكلنا لازم نشتغل. الوضع اللي بيحصل في العالم انتوا لسه شايفين زميلاتي العزيزات هم بيتكلموا على معدل التضخم اللي موجود في ألمانيا واللي وصل لأرقام ما شافوهاش بقالهم أكتر من 50 سنة. طيب الشركاء الأجانب بتوعي في بعض القطاعات الاقتصادية، إن لم يكن في كل القطاعات الاقتصادية، انت شفت واحد فيهم بيتراجع؟ لا. شفت واحد فيهم مقلق؟ لا. على سبيل مثال بسيط جدا ولكنه هام جدا، احنا ياما اتكلمنا على منتدى شرق المتوسط او الاستثمارات المصرية في منطقة شرق المتوسط، الكشوفات بتاعت حقول الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، واللي قلنا اكتر من مرة ان ليها يعني تقدر تقول ايه كده تلت ازرع، زراع منها هو الزراع الاقتصادي، انك انت بتكتشف حقول غاز طبيعي بتمكنك انك انت توصل الى اكتفاء ذاتي من الانتاج وبالتالي يغطي حجم الاستهلاك المحلي، يمكنك من انك انت تقدر تصدر فبقيت بتصدر وصادراتك من الغاز الطبيعي قاعده عماله بتزيد وبالتالي بتحقق ليك عائد بالدولار وباليورو، تحديدا دولار بيجيب لك فلوس كويسه جدا. انا في حلم ان انا اقول لك الرقم بس انا اقدر اقول لك بمنتهى البساطه، صادراتك السنه دي غاز طبيعي لا تقل عن 4 مليار دولار لحد اللحظه اللي احنا فيها، وقد تستمر الزيادة، وان شاء الله هي هتستمر الزيادة لحد يوم 31 ديسمبر، فانت هتعرف ساعتها انت بتصدر غاز بقد ايه. ده على سبيل المثال. طيب تصديرك للغاز الطبيعي بيحقق ليك بالمناسبة وضعية سياسية هامة جدا بالنسبة لجنوب اوروبا، بل وايضا والاهم بقى جدا لشمال ووسط وشرق اوروبا. طيب تلاتة بقى، احنا هنا اتكلمنا اقتصاد وكلمنا سياسة، تلاتة بقى وده مهم جدا، ده كمان بيعزز من وضعك العسكري في منطقة
شرق المتوسط، وبالتالي بيمكنك أكتر من أنك أنت تبقى فاعل في قضايا متعلقة بذات نفس المنطقة الحيوية، على سبيل المثال للحصر فلسطين، على سبيل المثال لبنان، على سبيل المثال آخر، وليبيا على سبيل المثال شديد الأهمية. فلما تشوف النهاردة أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيستقبل الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية اللي هم بيشتغلوا معانا في شرق المتوسط ومشاريع أخرى، واستقبل معاه مجموعة كمان من مسؤولين الشركة، إيه اللقاء؟ حصل فيه إيه؟ اللقاء كان بيتناول استعراض نشاط الشركة الحالي، ده واحد، والمستقبلي. الناس ما خدوش بعضهم وقالوا للخلف ضر، يعني ده عاوزين يكملوا. هيجي واحد يقول لك آه طبعا احنا بنطلع الحاجة والاتفاقات بتراب الفلوس لأ، هو الاتفاقات اللي اتعملت على الغاز ما اتعملتش في تاريخنا، عشان بس نبقى متفقين، ما اتعملتش في تاريخنا ده بجد بجد بجد. الاتفاقات دي ما كناش حتى نحلم بنصها قبل كده. فالناس عايزة في ظل الاتفاقات المغيرة تماما عن اللي كان بيحصل زمان، مغيرة إيجابيا إيجابيا بامتياز، عاوزين يكملوا. أنا كسبان وهو كسبان. طيب فيبقى بنقول يلا بينا نعزز الاتفاقات الحالية مع الحكومة المصرية، بل وأوجه التعاون المستقبلي برضو في مجالات استكشاف وإنتاج الغاز والبترول، وتعاون في مجال مشروعات الطاقة المتجددة بقى اللي مصر أصبحت بتحتل فيها موقع صدارة في المنطقة بالكامل بل وفي إفريقيا، وأصبحت واحد من أهم مراكز الطاقة في العالم. أنت أصبحت مصدر للطاقة، مش بس كده، وعندك مجمعات تسييل الغاز اللي العالم مستنيها والمنطقة مستنياها، فأنت بقيت الهب، المركز بتاع الغاز الطبيعي في هذه المنطقة، وبقيت واحد من أهم مراكز تصدير الطاقة وإسالة الغاز الطبيعي في الدنيا. الله، هنا بيوجه فخامة الرئيس بإيه بقى؟ بإن إحنا هنواصل تعزيز التعاون المثمر، وده مهم جدا، المثمر مع شركة إيني الإيطالية. وأعرب فخامة الرئيس عن التقدير للشركة القائمة أو الشراكة القائمة مع شركة إيني واللي بتنفذه من أنشطة متعددة. أعرف فخامة الرئيس كمان عن تطلعه لمواصلة الشركة نشاطها في مجال البحث والاستكشاف، عشان نقدر نحقق إيه بقى؟ استغلال أمثل للموارد المصرية من الطاقة. طيب رئيس شركة إيني بطبيعة الحال أعرب عن تشرفه بلقاء فخامة الرئيس، وأعلن كمان اعتزازه بمسيرة التعاون المشترك ما بين الشركة وما بين مصر، والاكتشافات والنتائج الإيجابية اللي اتحققت خلال الأعوام اللي فاتت تحت خد بالك بقى من دي كده وركز معايا، تحت القيادة والمتابعة الدقيقة والشخصية من قبل السيد الرئيس، وإنه ده كان ليه أثر بالغ وكبير وهام في سرعة نجاح الشركة في إنتاج الغاز الطبيعي المصري. ده كلام الراجل رئيس شركة إيني، وده اللي خلى مصر حاليا من الدول الإقليمية الرئيسية في إنتاج الطاقة في وقت العالم بيشهد فيه أزمة طاحنة في هذا المجال. عارف يعني إيه العالم يشهد أزمة طاحنة في هذا المجال اللي هو الطاقة، فتيجي مصر تبقى وكأنها منارة جديدة لتصدير الطاقة أمام العالم، يعني يبقى في احتياج طول الوقت للطاقة القادمة من فين؟ أيوة عندك، ولما الناس تحتاجك أهميتك السياسية تزيد، غير أنه يخش لك فلوس، أهميتك السياسية تزيد. ده مهم قوي 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 قوي. ابعد عن الشائعة، ابعد عن التشكيك المطلق، ركز في الحقيقة، ركز في الواقع. على سبيل المثال طلعت إشاعة قال لك الحق بيحصل تجريف لحديقة أنتونيادس. تعرفين حديقة أنتونيادس اللي في اسكندرية وقصر أنتونيادس، ومكان بديع ورائع وجميل، وطالما استضاف الحقيقة يعني تقدر تقول كده وقائع لأحداث هامة جدا كانت تحصل زمان في اسكندرية، انتشر وانتشر
في يعني 12 وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مواقع الكترونيه ومش عارف ايه، الحق يا جماعه ده بيجرفوا حديقه انطونيادس في اسكندريه. الحديقه طبعا كل الخوف انه فيها مجموعه كبيره جدا من الاشجار والنباتات النادره، حاجه عظيمه جدا. السؤال هو ده حقيقه ولا مش حقيقه؟ جه المركز الاعلامي لمجلس الوزراء تواصل بالفعل مع محافظ الاسكندريه واللي نفى كل هذه الانباء وقال لا صحه لتجريف حديقه انطونيادس. طيب خلونا ناخد بقى معانا هنا على التليفون ناخد معانا على التليفون محافظ الاسكندريه سياده اللواء محمد الشريف. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك واهلا بالساده المشاهدين. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ كله الامور تمام ان شاء الله. علشان نطمن الناس مزيدا من الطمأنة، سيادة المحافظ بنفسه بيقول ايه عن حديقة انطونيادس؟ خليني في البداية اقول لك مدى اهمية حديقة انطونيادس. يا ريت. والتاريخ والتراث والاثر اللي فيها. الحديقة دي على مساحة 96 فدان بجوار حديقة الحيوان اللي هي 25 فدان. الحديقة دي أقدم حدائق اسكندرية وأقدم حدائق العالم أجمع. الحديقة دي كان تملكها محمد علي وعمل قصر فيها وتم إعادة تطويرها في عهد الخديوي إسماعيل، وأصبحت نموذج مصغر للحدائق الفرنسية في ذلك الوقت. وبعد كده قالت ملكيتها البارون اليوناني جون انطونيادس سنة 1869 او 1860 تقريبا. وبعد وفاته ابنه اهداها لبلدية اسكندرية عام 1918. كويس. طيب الحديقة دي بتحت اشراف وزارة الزراعة وبيشرف عليها ويديرها معهد بحوث البساتين. حلو. الحديقة دي عشان نبقى عارفين بتحتوي على مجموعة نادرة من الأشجار والنباتات ومجموعة مميزة من التماثيل الرخامية وتماثيل مصنوعة من المرمر. عددها حوالي 17 تمثال وتمثل أساطير إله الإغريق. الحديقة دي نادرة جدا وتعتبر حديقة أسطورية، ويعني الحديقة بتضم مجموعة من النوافير والفسقيات على جميع الطرز القديمة اللي هي اليوناني والروماني والإغريقي والإيطالي والأندلسي. فيها مجموعة من الأشجار ومجموعة من النخيل كبيرة جدا، فيها أنواع ليها أكثر من 500 سنة و700 سنة و1000 سنة كمان. يبقى احنا بنتكلم عن حديقة نادرة الوجود على مستوى العالم. كويس جدا. لما نيجي الحديقه دي على مدار ال 20 سنه الاخيره ومنهم في عام 2011، يعني اتبهدلت واصبحت زي الخرابه، اسف جدا في اللفظ، للاسف الاسوار بتاعتها اتكسرت، في بيدخلها بعض الشباب ليلا، بقت حاجه سيئه جدا. وخليني اقول لك يعني اخبارها كانت على مدى السنوات الاخيره سيئه جدا، وساءت حاله الاشجار اللي فيها بشكل غير عادي. الاخبار وصلت الرئاسه وكان في توجيه ان احنا لابد من تطوير الحديقه واعادتها للصوره القديمه اللي احنا كنا بنشوفها عليها. وانا عارف انك احد ابناء اسكندريه وبتحب اسكندريه وعارف قيمه أيوة. الحديقه دي يعني ايه طبعا. فلما نقول هذه القيمة التاريخية والتراثية على هذه الحديقة لازم نبقى عارفين ان مصر دولة كبيرة ودولة طبعا. محترمة وبتحترم كل آثارها وتراثها التاريخي. صحيح. فلما نبدأ عملية التطوير قامت حملة كبيرة جدا على السوشيال ميديا على غير أساس من الحقيقة وعلى غير أساس من الصحة، وقالت ان بيتم تجريف الاشجار وقطع الاشجار التاريخيه، كلام لا اساس له من الصحه نهائيا. كل اللي بيتعمل في الحديقه ان صدرت توجيهات رئاسيه اعاده الحديقه الى صورتها القديمه عشان المواطن المصري والسائحين يستمتعوا بها ويستمتعوا بجمالها. الحقيقه انا رحت الحديقه وشفنا الخراب والدمار اللي موجود فيها من الداخل.
وفي النقطه دي بالذات مش هنوجه اللوم لاي احد، لان عدد العماله اللي فيها وهي مساحتها 96 فدان يبقى 7 عمال فقط مش هيقدروا يعملوا حاجه نهائيا. وبناء عليه احنا الحديقه صدرت توجيهات ان احنا هنحيي التراث فيها ونحيي الحدائق اللي موجوده، والدوله هتهتم بيها بشكل خاص جدا. وبدانا العمل بالفعل كويس. طبعا كميات مش عاوز اقول اكثر من 25 طن مخلفات بتتنقل بالعربيات بشكل منتظم. كميات من النخيل اللي مات يعتبر محروق، كل ده بمساعده العديد من الخبراء الخاصين بالزراعه ومن مركز البحوث. حلو. ومن معهد بحوث البساتين، كل ده شغال ال 24 ساعة في الحديقة عشان إعادة إحيائها. حلو جدا. فوجئنا بحملة شعواء على السوشيال ميديا وتلقتها هقول الخلايا الإلكترونية اللي إحنا عارفينها كويس قوي، وبدأت تكبر الموضوع وتقول إن إحنا بنجرب. لا مستحيل. وخلينا أقول لك، أنا بتحدى أي واحد يقول إن إحنا قطعنا شجرة أو قطعنا نخلة من الحديقة. إحنا ما يتم هو تقليم، أول حاجة تطهير وتنظيف الموقع تماما. طبعا. عندنا مئات الصور، إحنا تم تصوير الحديقة من فوق بالدرون عشان يظهر ما هو قبل، وهنصور ما هو بعد وباللي يتم التجديدات اللي تمت فيها وتطويرها. خليني أقول لك حاجة مهمة جدا، اي حد بيشك في اي كلام يتفضل يشرفنا بكره الصبح ويدخل الحديقه ويشوف الاعمال اللي بتتم فيها، ويشوف اذا كان في شجره واحده تم قطعها احنا بنتحدى. طيب سيادة المحافظ، انا هنا بقى يبقى عندي شويه اسئله في السريع. يعني انا عارف ان احنا اكيد عندنا في السجلات بتاعتنا في المحافظه عندنا اكيد يعني سجل تفصيلي للحديقه بتاعت انطونيادس والقصر اللي موجود جوه وما الى ذلك، سواء اذا كان زي ما حضرتك ذكرت كده القطع الفنيه من التماثيل وخلافه، انواع النباتات والاشجار اللي كانت موجوده في الحديقه والتي لا زالت باذن الله، القصر نفسه وطرازه وشكله داخلا وخارجا. احنا المشروع بتاعنا هيشمل كل ده فيعاد للقصر والحديقة كامل القبهة، قبهة قبهة يعني السابقة زي ما كانت وقت البنى وقت ما اتعملت. اولا انا عاوز لو اي الكاميرات الخاصة بالقناة وبالبرنامج عن سعادتك تيجي تصور مدى الاهمال اللي اصاب هذه الحدائق، حدائق أنطونيادس. وهنشوف عملية التطوير. احنا عملية تطوير التماثيل كلها تطوير اولا. أيوه. هيبقى فيه النخيل والاشجار كلها تحت اشراف فني من وزارة الزراعة، من وزارة الزراعة، واشراف فني من معهد بحوث البساتين. أيوه. الزراعية. حلو. التماثيل كلها تحت اشراف خبراء يعاد ترميمها بالكامل. المباني اللي تهلكت واصبحت شيء لا يصدق دي هيعاد ترميمها وتطويرها على ذات الطرز اللي كانت موجودة عليها. حلو. خبراء متخصصين بيرجعوا الحديقة كما كانت إن شاء الله. الحديقة زي ما بقول لسعادتك، أنا أتمنى أي حد من الناس اللي بتسمعنا يجي يدخل بكرة يشوف الوضع فيها إيه ويشوف الوضع بعد كده هيبقى إيه. احنا 25 يوم حتى الان، او بالضبط تحديدا 22 يوم الشغل على مدار ال 24 ساعه، حتى الاضاءات ركبنا اضاءات بالليل عشان الشغل يستمر على مدار ال 24 ساعه. حلو جدا. في الجدول الزمني يا فندم تنتهي اعمال اعاده احياء أنطونيادس مره ثانيه، يعني مده قد ايه، او نقدر نقول نعمل لها افتتاح امتى؟ اولا ان شاء الله في وعد ان احنا ننهيها قبل عام، اقل في اقل من عام. حلو جدا. وهيبقى لها ان شاء الله افتتاح كبير جدا، وباشراف التوجيهات من فخامه الرئيس عشان الناس تشوف ايه اللي تم فيها وايه اللي تم التطوير. خليني اركز على نقطه مهمه جدا. اتفضل يا فندم. الشائعات بتقول ان احنا بنجرف بنهد، بيعتقدوا ان احنا هتستخدم في انشاءات ومباني و سكنيه وحاجات زي كده.
نهائيا الكلام ده كلام مش مظبوط، كلام فارغ. الكلام الحقيقي اللي يعني انا بصفتي محافظ اسكندريه مسؤول عنه مسؤوليه كامله امام الجميع، اني حدائق انطونيادس هترجع كما كانت وافضل ان شاء الله باذن الله، وهيسمح للجمهور وللسائحين بالدخول فيها والتنزه بعد انتهاء عمليات التطوير باذن الله. باذن الله الدواء قدود يا فندم باذن الله. اشكرك جدا، الف 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 شكر ليك سياده اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه، وكان هذا قطعا لشك بيقين. محافظ الاسكندريه بيقول لحضرتك شاكك تعال اتفضل. بالمناسبه اي حد من حقه جدا ان هو يخاف على مقتنياتنا وعلى تراثنا وعلى اثرنا وعلى اي شيء جميل ومبهج في بلادنا، حلو، بس واحنا بنخاف في خط فاصل كده، شعره فاصله، في فرق بين ان انا هبقى خايف وعايز الحاجه تبقى احسن، او ان انا اطلق شائعه او امشي ورا الشائعه. انا هجدد نفس الدعوه، حضرتك عاوز تاخد بعضك وتروح تتفرج، روح بص بصة وتأكد بنفسك. أنا واثق في ثلاث حاجات، واثق في أنه رئيس الجمهورية يحب اسكندرية جدا، ويمكن ده من وقت ما كان بيتولى قيادة المنطقة الشمالية، وبالتالي هو عنده اهتمام حقيقي باسكندرية جدا، واهتمام المحبين يعني، دي نقطة. النقطة الثانية، أنا واثق جدا أن وزارة الزراعة لن تدخر أي وسع في أنها تعيد للحديقة كامل بهائها، بل أنها لن تسمح أبدا بأن الحديقة يتم قلع منها شجر ولا نباتات نادرة ولا جميلة ولا مهمة ولا قديمة ولا ولا ولا. ثلاثة، أنا واثق جدا أن المحافظ لن يدخر أي وسع ولا جهد في أنه الحديقة تعاد تاني وتعود إلى كامل البهاء والأبهة السابق. أخيرا بقى، أنا عايز حاجة في الحديقة دي، أنا مش عايزها بعد ما نعمل كل ده يبقى الدخول والخروج إليها أو منها وإليها بالساهل. يعني إيه؟ القصة مش قصة تذكرة ولا حاجة، لا. شوف، أنا أخاف جدا من إهمال المواطن أحيانا دون عمد ولا قصد. أنا مش عايز المواطن اللي هيكتب لي على تمثال لأفروديتي مثلا أحمد بيحب منى، أو والله العظيم، أو تمثال واحد تاني يروح جايب لي مطوة ولا موس ويعمل لي قلب ويكتب كنت فين يا منال بعد ما الحب اتقال. دي الحقيقة، ما بس عشان نبقى إيه واقعين ومنطقيين، مش بتحصل الحكاية دي؟ بتحصل يعني. ما أنطونيادس دي طالما استضافت أحداث شديدة الأهمية ودولية وعالمية وفنية على أعلى مستوى من الرقي، أنا عايز أحافظ عليها بعد ما يكتمل التجديد والإحياء، أحافظ عليها. أنا خوفي من أنها تتحول إلى مزار عام، أنها تتبهدل تاني، مرعوب. فالمواطن يحس بقيمة اللي هو المكان اللي هو داخله، قيمته وأهميته، مش بس من حيث إن هي فلوس ولا مش فلوس واتصرفت، لا، ده جزء من تاريخك وتراثك وتكوينك الوجداني بالمناسبة، دون أن تشعر. أنت مش حاسس بالحديقة دي لأن ممكن ما تكونش زرتها قبل كده إطلاقا، بس أبوك وأجدادك كانوا بيروحوها، كانوا بيفتخروا بيها. موجودة الحديقة دي في أتخن وأشيك وأشهر مجلات في العالم بسبب الحاجات اللي كانت والحفلات والمؤتمرات والمهرجانات المهمة اللي كانت بتقام فيها حتى عهد ليس بالبعيد بالمناسبة يعني. فاصل ونكمل كلام. عارف يعني ايه المسح الصحي للأسرة المصرية؟ مش عارف المسح الصحي للأسرة المصرية. طب عارف ان كان في مؤتمر اطلاق نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية؟ طيب النهاردة دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اطلقت او شهدت اطلاق نتائج النسخة الثامنة من المسح الصحي للأسرة المصرية بتاع 2021. خلال كلمة الدكتورة هالة السعيد اشارت الى انه هذا المسح اللي بيتعمل للأسرة المصرية مسحا صحيا بدأ تنفيذه سنة 1988، هو بيجي ضمن سلسلة من المسوح والإحصاءات قيمة
بتفيدنا في الآخر خالص في إجراءات وفي قرارات تانية وأشياء من هذا القبيل. دراسة بنعملها. طيب الحاجات دي بيعملها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وبيواصل الجهاز من خلالها تقديم هذا الإسهام شديد الثراء بالمناسبة. ليه؟ لأنه بيوفر لك كم معلومات وبيانات غير طبيعي، بيانات شاملة وبيانات متخصصة على المستوى القومي. بتأكد دكتور هالة السعيد أن المؤشرات اللي بيوفرها هذا المسح بتساعد متخذ القرار في إيه؟ في رسم السياسات والبرامج الإسكانية على سبيل المثال، والسكانية والصحية، كمان مؤشرات مطلوبة لتنفيذ برامج ومشروعات استراتيجية متعلقة بالتنمية ورؤية مصر 2030. خلونا هنا ناخد معانا على التليفون مهم جدا سيادة اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. أهلا 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 يا فندم. أهلا أستاذ يوسف، إزي صحة سيادة اللواء، إيه الأخبار؟ الحمد لله تمام الحمد لله. النبي يا فندم بعد إذن حضرتك، أول حاجة بس، هو إحنا بقينا كام يا فندم؟ إحنا 103,835. اللهم صل على النبي، استر علينا. 135,000. ربنا يسترها علينا. يعني ان شاء الله يعني داخلين على 104 قريب يعني. هو كده معدل الزياده تقريبا يا فندم كم مليون في السنه؟ هو يعني احنا في معدل زياده مواليد وفي معدل زياده طبيعيه اللي احنا بنطرح فيها الوفيات من المواليد. لكن الحقيقه المواليد احنا معدل الزياده دلوقتي وصلنا ل 2,200,000. لكن معدل الزياده الطبيعيه اللي بنطلع فيه الوفيات احنا بنقدر نقول ان الزياده الطبيعيه في 2021 وصلنا 1,400,000 يعني. طيب احنا عايزين بس الناس تخف شويه كده. ده معدل يعني. ربنا يدي جميع الصحه والله، بس يخفوا شويه. خفوا شويه واحده واحده. احنا يعني بفضل الله برضو على الرغم من ان في انخفاض طفيف الا ان في امل. والحقيقه ان نتائج المسح النهارده يعني فيها مؤشرات مطمئنه بتقول ان احنا ممكن نوصل لمعدلات الزياده نحقق اللي احنا عايزينه، بس طبعا باجراءات شديده مطلوبه يعني. طيب ايه هي المؤشرات المطمئنه؟ اتفضل يا فندم. يعني على المسح صحه الاسره المصريه. أيوة. يعني واهميه المسح ده طبعا بيوفر الحقيقه مؤشرات بتعكس تطورات الاوضاع السكانيه والصحيه ومؤشرات بتقيس الانجازات اللي اتحققت في هذا المجال، بالاضافه ان المؤشرات اللي هنقول لحضرتك عليها دي بتساعد في التخطيط للبرامج والتدخلات المطلوبه مستقبلا، وبيتم الاعتماد عليها الحقيقه في مشروعات مهمه جدا زي مشروع القومي لتنميه الاسره المصريه، وبرضه في تحقيق اهداف التنميه المستدامه رؤيه مصر 2030. يعني احنا في النهايه عايزين نوصل من خلال النتائج اللي المسح بيحققها وتاخدها جهه الدوله تشتغل عليها عشان نقدر نوصل لنمو سكاني متوازن مع النمو الاقتصادي. طب كانت ابرز المؤشرات ايه يا فندم؟ الحقيقه قبل ما نقول ابرز المؤشرات يا استاذ يوسف، عايز برضه اقول لحضرتك ان هذا المسح مسح من المسوح المهمه جدا، وهو مسح قومي بالدرجه الاولى، وكان الحقيقه تم تنفيذه بتوجيهات من القياده السياسيه لاهميه هذا المسح في انه هيوفر المؤشرات اللي هنقدر من خلالها نعالج اهم مشكله بتواجه الدوله المصريه وهي مشكله الزياده السكانيه. صحيح. حضرتك حتى دايما بتتكلم عن المشكله السكانيه اللي هي المشكله اللي بتعوق التنميه، المشكله اللي بتعوق التقدم، فاحنا عندنا يعني الحقيقه مؤشرات قد تساهم بشكل ما عند الاعتماد عليها في التخطيط المستقبلي ان احنا يعني يكون عندنا اتزان في النمو السكاني مع النمو الاقتصادي ان شاء الله. عظيم. المسح ده طبعا بقول لحضرتك لاول مره جهاز الاحصاء بينفذه. نفذ قبل كده حوالي 7 مسوح وكانت بتنفذه جهات هنا داخل الدوله احصائيه بالتعاون مع بعض المنظمات. المسح تم الحقيقه المره دي تنفيذه
بالكامل بتواجد وطنية صرفة، تم تنفيذه بالكامل بتمويل وطني خالص، والحقيقة كان في دعم كامل من معالي الوزيرة الدكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هي ساعدت بقوة في ان احنا ننفذ هذا المسح لأول مرة بالجهاز، والحقيقة الجهاز نجح الحقيقة في تنفيذ هذا المسح والخروج بهذه النتائج وهذه المؤشرات. عايز اقول لحضرتك ان اهم المؤشرات في هذا المسح اللي وفرها للمسح ده مؤشر الخاص بمعدل الانجاب. عايز اقول لحضرتك ان معدل الانجاب انخفض، اللي هو المعدل الانجاب الكلي انخفض ل 2.85% صفر لكل سيده خلال الفتره الانجابيه ليها. كويس. لكل سيده خلال الفتره العمريه الانجابيه بتاعتها في معدل مواليد. احنا كان معدل المواليد في اخر مسح في 2014 كان 3.5 طفل لكل سيده. كبير جدا. احنا نجحنا ان احنا نوصل، او الدوله بجهودها وصلت ل 2.8 طفل لكل سيده. بدل 3.5. بدل 3.5. كويس. طب اثره ايه ومردوده ايه طبعا على الزياده السكانيه؟ احنا لو كنا استمرينا يا استاذ يوسف في المعدل بتاع الانجاب اللي هو 3.5 طفل لكل سيده، كان هيوصل تعدادنا في 2030 ل 130 مليون نسمه. لو كان استمر المعدل ده زي ما هو كده كنا هنوصل في 2050 ل 190 مليون نسمه. طيب وبالمعدل الجديد؟ بالمعدل الجديد طبعا يعني هنوصل في 2030 ل 120 مليون، و 2050 165 مليون. رقم كبير، كبير جدا طبعا. لكن الدوله بتستهدف ايه بقى؟ الدوله هي بتستهدف ان احنا نصل بمعدل الانجاب في جمهوريه مصر العربيه الى 1.6 طفل لكل سيده خلال فتره الجمهوريه الانجاب يعني. طبعا ده هيفرق كتير جدا لو ان شاء الله اتحقق، وليه ضوابط وشروط ومطالب كتير لابد انها تتحقق. المؤشرات اللي احنا رصدناها، وهقول لحضرتك على سبيل المثال مثلا مؤشر تنظيم الاسره يعني. طيب الاول الرقم ده يحقق لي تعداد سكان قد ايه؟ اللي هو لو وصلنا او نجحنا ان احنا نوصل لمعدل 1.6 طفل لكل سيده. في 2030 نصل ل 114 مليون. ماشي. في 2050 هنصل ل 135 مليون. في فرق كبير جدا. طبعا. يعني 135 من لو في 3.5 190 احنا بنتكلم في رقم 55 مليون، ده تعداد دول مش دولة. ايوه طبعا. لو حتى بالمعدل الحالي اللي هو 2.85% من اللي هو 165 هيبقى فيه 20 مليون، ده برضه تعداد مجموعة من الدول، تعداد سكان مجموعة من الدول. ده ناهيك بقى عن المتطلبات هذا الرقم من التعداد. ايوه. من كافة الخدمات في مقدمتها. ده طبعا هيأثر على كل الخدمات اللي بتتقدم، لان انا كل ما المعدل بتاعي بيزيد كل ما انا مطالب ان انا اقدم خدمات اكتر، يعني انا مطالب ان انا اقدم خدمات سكانية اكتر، اسكانية اكتر، تموينية اكتر، الخ مدارس، صحة، وهكذا. على كل لنا في ذلك حديث، نتمنى انه يبقى اطول. سيادة اللواء خير، نشكر حضراتكم جدا في الجهاز، ونشكرك بشكل خاص سيادة اللواء خير البركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. يا جماعة هي لمصلحتكم أولا بالمناسبة، يعني في لمصلحتك أنتوا أو لمصلحتكم أنتم كأسرة أنه يبقى عدد المواليد بتاعكم أخف. كل الحكاية أنك أنت هتعلم الولاد أحسن، تلبسهم أحسن، تأكلهم أحسن، تركز معاهم أكتر، وده مهم جدا قوي خالص. هتستثمر في تعليمهم أحسن، هتدلعهم اكتر. انا بكلمك بجد يعني. يعني انت عايز تقول لي انه ميزانيتك لما تيجي تصرفها على عيلين او ثلاثة زي لما تصرفها على عيل واحد؟ طيب ولو وسعت الفترات، يعني مثلا ايه ولد او بنت كل مثلا 5 سنين،
مش انت كده بتدي لنفسك براح كده وتتنفس وتعرف تظبط اقساطك وتعرف تظبط مصاريف المدرسه وتعرف تاخد بالك من العيال وما الى ذلك؟ المساله منطقيه جدا، ده بينعكس بطبيعه الحال على الدوله كلها. فواحده واحده. خلونا نروح لخبر تاني، ويمكن احنا كنا بنتكلم الاسبوع اللي فات مع الموزع الموسيقى الاسبوع اللي فات موزع الموسيقي الكبير والعظيم حبيبي يعني طارق مدكور، على تعاون جديد مع النجمة الفنانة سميرة سعيد، وقلنا انه بعد 20 سنة يعود التعاون مرة تانية. خلونا ناخد معانا على التليفون نجمتنا، نجمة النجوم سميرة سعيد. اهلا اهلا اهلا. اهلا يا يوسف، ازيك؟ ازيك، عاملة ايه؟ الحمد لله كويسة، كله تمام الحمد لله. والله الواحد سعيد جدا بسمع صوتك في البرنامج ده. اولا هو فعلا اخر نعناشة بصراحة. ايه الاغنية الحلوة دي؟ هي اغنية جميلة فعلا، هي على قد بساطتها والحقيقة عزيز عامل كلام حقيقة مختلف تحفة، ولحن كمان حلو. والحي اللي زينه واللي حلاه واللي اداله الاطار الحلو هو طارق مدكور، استاذ طارق مدكور كما جرت العاده. طارق ليه لمسه مذهله. بس ده يخليني اسالك بقى، يعني ما اتصدمتيش من الكلمات اللي كاتبها عزيز اللي فات حماده واللي جاي حماده واخر، يعني اللي هو ايه ده تجديد؟ وده بالمناسبه سر من الاسرار بتاعه سميره سعيد، التجديد المستمر. هو الحقيقه قلقت اول ما سمعت الاغنيه، اول ما كانوا ثلاث حاجات قلقوني او ثلاث كلمات اللي هو نبغة لبان وحماده ونعناشه جنجبيل. فقلت يعني معقوله انا اقعد اقول الكلام ده؟ يعني طبعا كل مره بقول كلام ممكن يكون اجرأ من كده في مواضيع معينه يعني، فاهم ازاي؟ انما في الكلام الحلو ده اللي هو الوصف والغزل وكده، انما اقول اللي فات حماده واللي جاي حماده ونعناشه جنزبيل، بقيت لا انا يعني لا الموضوع جريء شويه بالنسبه لي. فقلت له لا ما تغير لي دول، انا مش. فقعد طارق وهو عزيز الحقيقه اقنعوني بالموضوع ده، لا صدقيني ده كويس. قلت لهم انا اقول جنزبيل ونعناشه جنزبيل ينفع؟ ينفع انا اقول حماده وحماده تاني وحاجات كده يعني، ينفع الكلام ده؟ قال لي بس جربيها غنيها، ولو ما عجبتكيش احنا هنغيرها. ماشي. الحقيقه غنيتها، وبعد ما غنيتها قعدت اسمعها مره واثنين وثلاث، الله طلعت حلوه اهو يعني. عارف ازاي يعني؟ حبيت احس انه هي مش مضايقاني في حاجه يعني. وبعدين ايه المشكله يعني؟ دايما انا بحب يعني زمان كان لينا مفردات والدنيا تتغير وبقوا بقيت في مفردات تانية. المهم ان ما تبقاش بصفة او ما تبقاش طبعا، انما هي لذيذة يعني. في الاخر لقيت حتى نطقها مش مضايقني في حاجة، فابتديت اسمعها كل مرة واثنين وثلاثة وعشرة، لا بقيت مش عارفة اغيرها. فخلاص هما الحقيقة اصطادوني الحقيقة، قلت لهم لا استنوا شوية لا غيروا لي. وبعدين سكت بقى، لقيت نفسي خلاص تعودت على الكلام وخلاص الموضوع مشي على كده وانبسطت في الاخر يعني. مش انا فاكر زمان لما كان في مش هتنزل عنك ابدا، وبعدين الناس قالت يعني ايه ست تغني لراجل تقول له مش هتنزل عنك ابدا، وناس كتبت انه لا ما ينفعش الكلام ده. فكانت او كنت دايما طول الوقت بتعملي اللي بيعتبره الناس مغاير للعادي ومختلف. اتفضل. لا بقول لك كملي، يعني دايما بتعملي حاجات مختلفه من وقت للتاني. لا مش وقت للتاني، كل البوم فيه حاجه مختلفه دايما تثير الجدل يعني. بص انا بعتقد انه المطرب او الفنان بشكل عام لازم يبقى متغير، ويبقى متغير عبر الوقت والعصر والجيل يعني الوقوف عند حته واحده معينه، في الافكار وفي المفردات وفي الشكل الغنائي وفي كل حاجه. النمط وال بيسيب الفن بالملل يعني، الناس بتبقى منتظره الفنان ده هيعمل ايه. خلاص ما فيش حته التشويق او الفضول انه الفنان ده يا ترى المره دي هيقول ايه وهيغني ازاي وايه الكاركتر هنا وايه الجنرا بتاع اللي هيشتغل عليها او فاهم ازاي. انما لو فضلت طول الوقت انا بقول مقسوم، طول الوقت بقول جاز، او طول الوقت بقول هارد روك، او
لازم يعني، والا هنبقى وده له ناس طبعا اللي هم المطربين الكلاسيك بقى، اللي هم مثلا بيغنوا كلاسيك، ودولت لهم ناس ولهم اودينس بتاعهم وبيحبوهم زي ما هم ومش عايزينهم يغيروا، لو غيروا مش هينبسطوا. بالنسبه للبوب اللي بيعملوا البوب ميوزك لازم طول الوقت يبقى في تغيير، وده يعني مطلوب عندنا احنا يعني كل الناس اللي بيشتغلوا نوعيه الموسيقى بتاعتنا اللي ما هياش، اللي مش عايزين يبقوا كلاسيكيين، عايزين يبقوا طول الوقت متطورين مع الوقت. دي حاجات محتاجه طول الوقت مفردات مختلفه طول الوقت، سواء كانت موسيقيه او مفردات لغويه او زي ما مش عارفه اسميها ازاي، او مفردات الكلام نفسه يعني. صح. امبارح كنت في الاستوديو بتسجلي ايه؟ كنت بسجل أغنية مع لأيمن بهجة قمر. الله. ها. لبلال سرور. حلو. وتوزيع هاني يعقوب. فالمفروض انها تنزل كمان 3-4 أسابيع، هي برضه مجنونة خالص. وأنا بحب طول الوقت يبقى في تشالنجز، عارف يبقى في تحديات طول الوقت. مجنونة يعني، وانا بحس انه عملت الحمد لله تاريخ طويل جدا. طبعا طبعا. من حاجات يعني بدايه من محمد سلطان لبليغ حمدي، يعني كان عندي حظ كبير اني اشتغلت مع ناس كثيره قوي وعملت اشكال كثيره جدا من الفن. فانا دلوقتي بعتبر نفسي بستمتع، وزي ما بيقولوا ساعات بقول بلعب، يعني بحب العب، بحب استمتع. جميل. فاهم ازاي؟ ما احبش ان انا اقول حاجات انا قلتها. في ناس كتير بتقول لي مثلا انت المفروض يعني احنا توحشتينا في الكلاسيك بقى، غني لنا شويه هنا بقى والكلام ده. بقول لهم اسمعوه، ما هو موجود. هو موجود بالظبط يعني. ما هو موجود. اسمعوها، اسمعوني دلوقتي عشان انا ممكن يبقى في جيل تاني عايز يسمع حاجه تانيه. صح. او صح. انما مش هتنازل موجوده، والجاني موجوده، وعلمنا الحب موجوده، وبشتغل ساعات موجوده، وكل الحاجات دي، وقابلتك ليه موجوده، وكل الحاجات اللي انا عملتها على مدار حياتي الفنيه ما هي موجوده. اسمعوها بقى اللي عايز يسمعها. انما دلوقتي محتاج ان انا كمان احس ان انا بتغير مع الوقت، الى ان اقول انا خلاص كفايه، انا عايزه خلاص استمتع بحياتي وما اشتغلش تاني يعني. انما طالما انا بشتغل وطالما انا بغني فانا محتاج ان انا اروح لمناطق ما رحتهاش يعني. طالما مبسوطه باللي بتعمليه خلاص، ما حدش ليه عندك حاجه يعني. بالظبط يعني، ايا كان الاعتراضات او ايا كان، حتى في ناس تقول لي لا احنا وحشانا في الحتت دي او في الاماكن دي من الغنى، بقول لهم ما هي موجوده عندكم اسمعوها يعني. بس الأغنية بتاعت امبارح بقى اسمها إيه؟ مش عايز بقى إيه اسمها. يمي. اسمها إيه ده؟ تاني يمي. طب ما ينفعش أسمع منها جملتين كده؟ لا أبداً أبداً، لا 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 لا، لسه لسه أبداً أبداً، مش هتنازل عنك أبداً. لسه شوية، لسه هي لسه إحنا بنجرب فيها ولسه قدامها شوية كده، عارف زي الطبخة كل شوية بنعمل فيها شوية حاجات يعني. بنظبطها لسه، بتظبط. مش يعني احنا ممكن نسمعها لما تجينا الاستوديو ولا ايه؟ ان شاء الله. لا طبعا ويت بليجر طبعا، اجي لك طبعا. هتجيلنا قريب؟ مش عارفه بس يعني ان شاء الله ان شاء الله. ماشي. وهتحكي لنا على مقابلتك لشيرين من يومين؟ لا شيرين دي جميله يعني، بنت بجد جدعه وجميله وانا بحبها يعني. بنت حلال شيرين، طيبه جدعة وطيبة وكريمة وطيبة قوي 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 فوق ما تتخيل يعني. ودايما الطيبين دايما بيحصل لهم مطبات في الحياة يعني. للأسف. بس هي ست جميلة وأنا بحبها جدا وبنبسط لما بشوفها، ودمها عسل خفيف جدا، وقعدتها لذيذة وكل حاجة يعني. لو عايزة تشجعيها بكلمتين كده على الهوا تقولي لها إيه؟ دايما بص يعني انا بحبها تبقى اسرارها لنفسها، دايما بقول لها شيرين انت مفيش داعي كل حاجه بتبقى على الملأ يعني، دايما انا يعني بقول لها كده يعني. واقول لها دايما انه الحياه مش بس رجل يعني، في حاجات ثانيه في الحياه، استمتعي بفنك، استمتعي بحب الناس ليكي، استمتعي بكل حاجه، ده اهم يعني في الاخر، ده بقيلك يعني.
فعايزاها طول الوقت تبقى قوية وجامدة ومفيش حاجة تستدعي الانكسار والضعف يعني، مش يعني وهي قادرة إنها هتقوم يعني كلنا بنقع ساعات في مطبات بس نعرف إن نقوم منها وهي إن شاء الله هتقوم. عارفة أنا دلوقتي تخيلت غنوة سميرة وشيرين عن القوة والله العظيم. يعني ان شاء الله كده والله بنفكر نعمل حاجه مع بعض، بس لسه لغايه دلوقتي ما نلاقي الشكل الغنائي اللي ممكن نطلع بيه. بس هي طبعا شيرين من الاصوات اللي احب قوي 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 ان انا اشتغل مع ان اعمل معاها دويتو. ده ساعتها هنبقى احنا اللي كسبانين لان احنا هنسمعها ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله هنبقى كسبانين كسبانين. نلاقي الموضوع نلاقي الشكل الغنائي اللي ممكن، بس الفكره مطروحه الحقيقه. طب كويس جدا. على كل الى ان نلتقي، فانا سعيد جدا بالمكالمه واشكرك بجد على انه كنت معانا على الهواء الكام دقيقه دول ولو عن طريق التليفون. الى ان نلتقي باذن الله في الاستوديو. الف الف شكر والف مبروك. الف مبروك. الف شكر ليك يا سميره. الف شكر. شكرا جدا لنجمتنا الكبيره جدا سميره سعيد. شفتوا الحته بتاعت المشروع مطروح غنوه تجمع سميره سعيد وشيرين عبد الوهاب؟ يا حلولي دي تبقى حته غنوه مية مية، وتبقى غنوة بقى إيه تعبر كده عن القوة بتاعة الستات، عن قوة المرأة. بالمناسبة سميرة سعيد عندها حق، مش كل حاجة في الدنيا متمحورة حول علاقة الست براجل أو حتى العكس. يعني شيرين فنانة كبيرة ونجمة كبيرة ومهمة في صناعة الموسيقى مش بس في مصر بس كمان في المنطقة العربية، وشيرين عندها كل المقومات اللي بتخليها تعرف تغني كل حاجة، وشيرين عندها كل المقومات اللي تخليها بجد صوت مسموع في الدنيا حتى عند الناس اللي بتتكلم لغات غيرنا. عشان بس تبقى فاهم أنا بكلمك بجد والله العظيم فعلا، وأتمنى إن شيرين تعرف كده عن نفسها. انت تقدري زي ما عملتي يا معافر يا معافر اغنيه البنك، انت عفري وانت قدها ويا ما عفرتي، فما تفرمليش نفسك وما تكسريش نفسك خالص. وبعدين بلا بتاع يا شيرين انت هايله هايله بنفسك بتوفيق ربنا اولا. فسير يا نورماندي، انت نجمه وكبيره ومتحققه ومش محتاجة حد. الناس بتحبك والناس بتتعاطف معاكي والناس بتشجعك والناس بتأيدك. الناس اسألي أي حد. فإيه؟ غني وكملي غنى وجددي وانت يعني أم التجديد حقيقي، يعني أم بالطريقة الحلوة، عشان اليومين دول يقول لك أم حاجة يبقى حاجة وحشة. انت زي الفل. شدي حيلك يا شيرين. خلونا نروح لتقرير على بمناسبة السيدات والستات الجامدة قوي. انتوا عارفين انا ضد كلمة ست بمية راجل دي، ست بمية ست. طبعا هو ليه دايما يتحط انه التقييم يجي بالرجالة؟ يعني ليه مش ستة كويسة جدا؟ ليه نحطها انه التقييم هيجي انها بخمسين راجل وبمية راجل وبمية واربعين؟ يعني هي ست بمية ست، ست بمية انسان. ست في الغربية من اهالينا بتشتغل سواق التاكسي، بدأت تشتغل بعد ما زوجها توفى، عندها تلات عيال، تسيبهم كده؟ لا، تجري على لقمة عيشها. مروة الحبشي بتشتغل في مهنة الزوج بعد وفاته، بقالها 9 سنين. مروة عندها 47 سنة، من طنطا، مش اللي هي سيدة بدوي، تنزل كل يوم تجري على لقمة العيش علشان خاطر تربي العيال بالحلال وتسوق. هي مش ناوية تمد ايدها ولا هتمد ايدها، ربك موجود. هي بترفع ايديها للسما وربنا بيبعت الرزق. شوف ست مصرية. اسمي مروة، من محافظة طنطا، أرملة، عندي ولدين وبنت، معايا معهد تجاري، شغالة على التاكسي دوت، ده الحاجة الوحيدة الدخل اللي بصرف بيها على الأولاد. وفي نفس الوقت الظروف سمحت لي ان انا جوزي الله يرحمه توفى وكان سايب لي التاكس دوت،
طبعا قابلت صعوبات مع السواقين، سواء كويس وسواء مش كويس، فقررت ان انا انزل اشتغل بنفسي. وفي نفس الوقت ان المهنه سمح لي ان انا ابقى في اي وقت ممكن ابقى في البيت متواجده مع الاولاد، بنزل بشتغل براحتي، مش مرتبطه بمواعيد معينه. اخويا اللي كان معترض، مع انه في نفس المهنه، بس هو معترض علشان عارف الغلاسات والصعوبات اللي بتقابل وكده، بس انا قلت له عادي، انا مش بعمل حاجه غلط ولا حاجه عيب، عادي يعني ما فيش مشكله. وولادي انا من الاول من صغرهم يعني عودتهم على الموضوع ده، لاني عارفه ان هم ممكن زمايلهم في المدرسه، ماما سواقت تاكسي، ماما، فبدات من صغرهم هم في ابتدائي اقول لهم ماما بتشتغل شغل حلال مش حرام، ماما بتعملش حاجه غلط، لما حد يقول لكم كده ما تتكسفوش، دي مش معايره. انا من خلال التاكسي بصرف على اولادي المدارس والتعليم الحمد لله، والبيت، وعايشاهم كويس الحمد لله. بقوم الصبح طبعا انزل اكشف على التاكسي، لازم ابص على الميه والزيت والكاوتش وكده، اظبط وامسح التاكسي وبطلع اتكل على الله واشتغل. ده في الايام العاديه، انما في ايام المدارس طبعا انا شغاله دورات مدارس، بنزل اوصل مدارس، ولادي باخدهم معايا واديهم مدارسهم، وبرجع اروح البيت اعمل الغدا، نتغدى وانزل تاني اشتغل وارجع بالليل. بقول لكل ست اشتغلي واجتهدي، وما دام لايقه مصدر رزق حلال ما يفرقش معاكي الناس، ما تبصيش لنظره المجتمع، الناس كده كده بتتكلم، فانت خليكي شجاعه واشتغلي اي مصدر رزق حلال، مفيش مشكله. هذا البرنامج برعاية طيب. لا ينازع بهاء وجاذبية هذه الفقرة سوى صاحب الفقرة، ودي حاجة مهمة جدا، لأن ضيفنا العزيز الحقيقة رجل شديد الجاذبية في الكلام وابتسامة لا تفارق وجهه على الإطلاق، وبعدين في طلاقة في الحديث وتنوع في الموضوعات، وبعدين جاذبية شديدة، جاذبية مطلقة يعني، فلا تملك إلا أنك أنت تبقى مبسوط وعايز اللي هو إيه الفصل يطول. يعني احنا يمكن ما بدأناش الفقر، بس انا عايز حتى الفصل كمان، بس مش عايز الفصل يطول عشان في عندنا كلام مهم جدا. الكلام المهم هو متعلق بحضرتك، بسيادتك، السلعة الأساسية اللي انت طول الوقت عايزها تبقى متوفرة. السؤال هو متوفرة ولا مش متوفرة؟ الواقع بيقول احمد خيري صديقي العزيز عايش في انجلترا، بيشتغل هناك في شركة محترمة جدا. يا احمد اخبارك؟ وعايش في لندن وفي حي راقي، حاجه مزاج المزاج. احمد اخبار لندن ايه؟ فيقول لي ايه بالظبط كده؟ يا بختكو، انا المره دي قصدت اقول اسمه، يا بختكو، بيشتغل في شركه كبيره قوي يعني. قلت له يا بختنا. يا بختنا بايه يا ابني؟ ده انت في لندن، ذا موست فايبرنت سيتي، المدينه الاكثر حيويه في العالم. قال لي يوسف انت تخش اي سوبر ماركت مهما كان، اللي انت عايزه مش بالضروره تلاقيه، ولو لقيته ليك كمية هتاخدها ما تاخدش أكتر منها. تقول لي يا عم انتوا عندكوش هناك تاخد على البطاقة؟ قال لي بس هو راجل الكاشير مش هيطلعك بالحاجة. في أزمات عالمية حاصلة في الدنيا، لكن في أدوات استخدمتها الحكومة المصرية علشان تعمل نمو في الناتج القومي، ده من ناحية، ومن ناحية تانية توفر لك اللي انت عايزه. كل الترحيب بضيفنا دكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية. أو على رأي دكتور إبراهيم تايتلز كتير جدا ملهاش علاقة ببعض، قلت له بس كلها مهمين جدا. منورنا يا فندم. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين، وسعيد على المقدمة التي لا أستحقها، اللي هي أقل كتير مما تستحقها. لا ده من ذوق حضرتك، صدقني. أنا يمكن هسأل والله السؤال اللي بيقوله المواطن. المواطن هيقول لي يا عم يوسف انت عمال تقول لنا البضاعه متوفره. مش هو البضاعه متوفره؟ ده صحيح. ازاي؟ في اتاحه كبيره لمعظم السلع، اما كانش كل السلع على مستوى الجمهوريه.
دور وزارة التموين هو تأمين احتياجات المواطن، ده رقم واحد. إتاحة السلع، تكوين احتياطي آمن من السلع الاستراتيجية عشان الناس ما تحسش لو في حصل في سلاسل الإمداد أو سلاسل التوريد أو هناك خلل أو مواني تقفل زي ما حصل في كوفيد 19 أو زي ما حصل في الحرب الروسية الأوكرانية، في دول قفلت حدودها مش كده وتأثرت سلبا سلاسل الإمداد لهذه السلع. طيب قدرت الحكومة المصرية على مدار الفترة السابقة إن هي تكون احتياطات آمنة من هذه السلع، وأنا بتحدث عن ما يقرب من 8 سلع استراتيجية اللي لا غنى للمواطن عن هذه السلع، زي القمح، زي الزيت، زي السكر، زي الرز، زي الفول، دي الشاي، دي كلها سلع بنسميها سلع استراتيجية. هناك سلع أخرى بنسميها سلع أساسية، والسلع الأساسية دي اللي بتتباع على بطاقة التموين لمستحقي الدعم. طيب فالسؤال بتاع حضرتك في مكانه، في دول في مثلا زي بريطانيا، زي ألمانيا، زي فرنسا، حصل لديها قصور في إمدادات السلع، حصل قصور في إتاحة هذه السلع، إنما في مصر ما حصلش الحمد لله، ولم نشهد زيادات سعرية كما شهدت هذه الدول زيادات سعرية رهيبة بسبب الموجات. عندنا زيادة لكن مش بنفس المعدلات بتاعت أوروبا وأمريكا. واحد، أنت عندك فائض من السلع وعندك إتاحة من السلع، حصل زيادات بسيطة جدا مقارنة بالزيادات السعرية التي حدثت في دول متقدمة. بس خليني أقول حاجة، أن الدول دي عادة لا تكون احتياطي من السلع الاستراتيجية. الدول المتقدمة بيبقى عندها على طول سلاسل إمداد كفء من الداخل، فبالتالي هو ليس في احتياج إلى تكوين احتياطي، وقدرتها على الاستيراد واسعة، توفير العملات واسع، فما فيش ما عندهاش أي مشكلة. إنما أنت عندك تحديات كبيرة، ومع هذه التحديات أنت قدرت أنك أنت تكون مخزون استراتيجي من هذه السلع، والاحتياطي بتاعك النهاردة وصل إلى 7 شهور مثلا في السلع زي الأقماح، الزيوت 6 شهور، السكر 6 شهور. فكل السلع الاستراتيجية الـ8 اللي أنا ذكرتها هناك احتياطي آمن أو تكوين احتياطي آمن من هذه السلع، لأن قدرت أنك أنت تنوع مصادر الإمداد بتاعتك. المناشئ اللي كنت بتجيب منها القمح، أنت كنت دايما بتجيب القمح من روسيا وأوكرانيا، طيب لما حصل هذه الأزمة هتجيب القمح منين؟ نوعت. فإحنا أوريدي كنا منوعين سلاسل الإمداد، يعني جبنا من ألمانيا، جبنا من فرنسا، جبنا من رومانيا، جبنا من بلغاريا، دي كلها مناشئ كان تم التعاقد عليها في السابق ولكن لم تستغل لأنك كان عندك سلاسل الإمداد الرئيسية بتاعتك روسيا وأوكرانيا. وإحنا الشيء بشيء يذكر، إحنا تقريبا بنستهلك سنويا ما يقرب من 23 مليون طن من الأقماح. احنا أكبر دولة مستوردة للأقماح في العالم، يعني 45% تقريبا إنتاج محلي و 55% مستورد من الخارج. بس الرغيف الخبز ده شيء مهم جدا طبعا. جدا جدا للمواطن، هي أهم سلعة استراتيجية موجودة في الدولة المصرية، شغلنا اسمه لقمة العيش. وعلى لقمة العيش بقى في أمثال كثيرة جدا بتستخدم لقمة العيش، مش كده؟ فأساس الوزارة هو أساس اقتصادي، إن هي واحد بتأمن احتياجات البلاد عشان كل الناس يبقى عندها السلع الاستراتيجية موجودة، تكوين احتياطي آمن، وإتاحة هذه السلع على مستوى الجمهورية. يعني ما عندكش سلع موجودة في القاهرة ومش موجودة مثلا في أسيوط، إنما السلع كلها موجودة على مستوى الجمهورية. هناك 40,000 منفذ حكومي يقوم بإتاحة هذه السلع للمواطن، سواء المواطن تحت مظلة الدعم أو المواطن خارج مظلة الدعم. ده عندك ما يقرب من 32,000 بقال تمويني، ده بيصرف مستحقات التموين للمواطنين تحت مظلة الدعم. صح. عندك ما يقرب من 7,000 منفذ لمشروع جمعيتي على مستوى الجمهورية، عندك 1,400 منفذ للمجمعات الاستهلاكية زي الأهرام والنيل واسكندرية. مش عارف هتفتكر الحاجات دي زمان كان الناس 40 سنة بتقف طابير عشان تاخد فرخة وتاخد كيس رز وكلام من هذا القبيل. فالنهاردة احنا ما عندناش، ده في إتاحة، وحضرتك بتخش تشتري كما يحلو لك وكما ترى ليك. ألمانيا حطت ليميتيشنز، حطت كوتا، حطت حد
لمجموعة من الأصناف أو مجموعة من السلع. فما كان لهذا أن يتم لولا أنك أنت عندك تنسيق مع القطاعات المختلفة في الدولة في تمويل هذه السلع. هذه السلع تحتاج إلى تمويل طبعاً كبير طبعاً. مش كده أنت بتتكلم على مليارات. أنا مش عايز بس أقول الرقم عشان الناس ما تخضش. يعني في الدعم النهاردة في دعم السلع بنتكلم تقريبا على 36 مليار، ودعم الخبز بيتعدى ال 52 مليار ده سنويا. فلك يعني أن تتصور سلاسل الإمداد وكفاءة سلاسل الإمداد في توفير هذه السلع. سلاسل الإمداد عشان نفهم الناس، عشان في ناس ممكن يعني إحنا ما كناش وضحنا لها الصورة بشكل جيد. هتلاقي أن المنتج للسلعة بيحتاج ان هو يودي السلعة الى مخازن طبعا، ومن المخازن الى متاجر عشان الناس تقدر تتسوق من هذه المتاجر. هذه الحركة بتسمى سلاسل الامداد. في حاجة اسمها مناطق لوجستية. المناطق اللوجستية ديت بتبقى موجودة ما بين المنتج والمخزن. طب المنطقة دي بيحصل فيها المناطق اللوجستية بيحصل فيها فرز وتعبئة، تجميع، زي الصوامع وزي المطاحن، زي مثلا هقول لحضرتك لما تروح مصنع سيارات كويس، السيارة بتصنع في هذا المصنع ثم بتروح منطقة لوجستية بيتم بقى تركيب الأكسسوارز بتاعتها، الحاجات الايه الإضافات لهذه السيارة. الإضافات في الطعام فرز وتعبئة وتغليف بنسميها منطقة لوجستية. حتى في صناعة الدواء بيبقى عندك مناطق لوجستية. فكل صناعة وكل قطاع بيبقى له المنطقة اللوجستية الخاصة بيه. طيب وانس ان المنتج خرج من المنطقة اللوجستية بيروح بقى منتج نهائي يبقى موجود في المخزن. يبقى انا عندي مصنع، منطقة لوجستية، مخزن، ثم متجر اللي الناس كلها بتروح تشتري من هذه المتاجر. طلع بقى موضة جديدة اسمها التجارة الالكترونية. مش كده؟ حلو. فطلع بقى مسميات جديدة، بدل المناطق اللوجستية سموها باللغة الإنجليزية fulfillment centers، وبدل المتاجر سموها dark stores. dark stores. تمام؟ إيه اللي بيحصل؟ إن حضرتك النهاردة تعرف التجارة الإلكترونية شهدت زخم رهيب جدا في الفترة اللي فاتت بسبب COVID-19 وناس قاعدة في البيت والمراكز التجارية متوقفة عن النشاط، فابتدى كل الناس تطلب تعمل orders أونلاين، وبقى في تطبيقات كتيرة وطلعت تطبيقات كثيرة سهلت حركة تداول السلع. فبقت السلعة بتيجي من المخزن للمستهلك، مبقاش في متجر، لا المتجر مقفول مش كده. فالتجارة الإلكترونية عشان أدي أرقام، التجارة الإلكترونية ما قبل كورونا يعني في بداية 2019 كان حجم تداول السلع تحت مظلة تجارة إلكترونية أو Electronic Commerce دي وصلت كانت ل 3 مليار. النهارده احنا بنتكلم على ما يتعدى 5 مليار، يعني ضعف ما كان عليه حجم التجاره الالكترونيه. ومصر هي تاني اكبر دوله تستخدم تطبيقات الكترونيه في التسوق. بس انا بستخدم تطبيقات مش بتاعتي. معظم التطبيقات لو بتكلم على السوبر ستورز يعني بتبقى تطبيقات اجنبيه. انما تعرف المصري دايما مجتهد، والشركات الناشئه قدرت تعمل مجموعه من التطبيقات البسيطه، والحاجه ابتدت الحقيقه ان هي تبقى موجوده. فسر الموضوع هو الاتاحه. طول ما انت عندك اتاحه، كل ما زودت حجم المتاجر حتى لو هي متاجر افتراضيه. طيب هنا حد هيجي يقول لي يعني يا يوسف انتوا عايزين تقولوا لنا انت ودكتور ابراهيم ان انتوا اشطر مصر، يعني اشطر، او الاخوان هيقولوا انتوا اشطر من الالمان والانجليز والمش عارف ايه، ما تقولوا لنا يعني انتوا بتعملوا ايه علشان يحصل وفره في السلع وفي نفس الوقت ان الزياده في القيم السعريه ما هياش بنفس المعدلات اللي بره. يعني الزياده في القيم السعريه عندي اظن بتبدا من 15 لحد اظن 25%. لا خلي بالك احنا عندنا في بعض السلع الاسعار بتاعتها نزلت، هديت، زي اللحوم دي نزلت انخفضت. عشان في ناس دايما بتراهن يقول لك ايه لو السلعه سعرها زاد عمرها ما هتنزل تاني. الحقيقه هذه المقوله مشكوك فيها. اللحوم والرز والسكر اظن اللحوم اسعارها نزلت بقى 72 جنيه، كنا بنتكلم على 85 جنيه. احنا ده سعر المجمعات بتاعتنا، ده سعر الدولة. المجمعات الاستهلاكيه ومنافذ التموين عشان الناس هتروح
تروح تقول لي انا بروح للسوبر ماركت انا ماليش دعوه بالجزار او هايبر يعني. هايبر ماركت الفلاني او الجزار الفلاني ده الحقيقه يعني حتى وان كنا تدخلنا لما حصل زياده سعريه غير مبرره في رغيف الخبز الافرنجي أيوة. وتدخلت الدولة بادواتها والياتها صحيح. وطرحنا على المخابز الافرنجي سعر طن الدقيق منخفض وبالتالي رجع تاني كان الرغيف وصل لجنيه ونص صحيح وجنيه 75 صحيح. رجع تاني الى قواعده سالما وتحدد الوزن بتاعه عشان برضه ما يتلعبش في الوزن طبعا كل رغيف بيبقى له وزن وله قطر تمام طبعا فكره ان في بعض الناس بتغش ده وارد بس يعني دايما الدوله لهم بالمرصاد هرجع تاني النقطه بتاعت الوفره اشمعنا في مصر زي ما قلت حضرتك ثقافه المجتمع الاوروبي ان هو من المصنع الى المستهلك ما عندوش بقى ايه المخازن احنا عندنا مخازن يعني وزارة التموين لدى شركتي الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية ودي شركة ضمن 7 كيانات اقتصادية تحت عباءة وزارة التموين عندها 1000 خلي بالك من الرقم بقى 1000 ما يقرب من 1400 مخزن على مستوى الجمهورية عشان تكون فيهم احتياطات عشان هذه المخازن توزع إلى المنافذ والمتاجر على مستوى الجمهورية فما حسش المواطن بنقص في أي سلع وهذكر حضرتك فاكر كوفيد أول ما بدأت كنا في رمضان 2019 والناس تخوفت وإحساس الناس بالخوف والناس جريت عاوزة تخزن حاجات والناس جريت بقت تشيل الرف طب تصور لو الرف ده لم يتم تعبئته مرة أخرى الناس هتعمل إيه على السوشيال ميديا تقول لك إيه الحق ده الصنف ده ناقص ولو صنف ناس هتلاقي كل الاصناف بقى كل الناس هتبتدي ان هي ايه تتحصل على اي صنف حتى لو مش هيستخدمه بس هو هيخزنه ودي ثقافه خلي بالك من زمان وثقافتنا احنا وده شيء جيد الحقيقه فكره ثقافه التخزين طلعت في مصر جيده لما الدوله هي اللي بتخزن صح بالظبط اما المواطن يخش شوف في قصة انا ما عنديش مانع ان المواطن يخزن احتياجاته الرئيسيه بس الاحتياجات اللي هي تكفي ايه أسبوع 10 أيام أسبوعين على أقصى التقدير إنما في ناس الحقيقة بتتاجر بقوت الشعب فيبتدي إن هو يخزن تجار يبتدوا يحبسوا البضاعة وكان طبعا في قضايا يعني أمن دولة للتجار اللي هم حابسي هذه البضاعة الاستراتيجية طيب أنا هستأذن ففاصل وعايز أرجع بعد الفاصل على مسألة ناس بتلعب وقت خلق الله أنا هقفشه إزاي بيروح هو واخد مخزن في حتة متطرفة ويخزن فيها البضاعة وبعدين يستنى شهر 2-3 والله لقى الأسعار بتزيد معناه هو شاري على رخيص يروح جاي وجايبها على المحل طب ما أنا برضو مش عارف إنه المخزن ده تبعه ما مأجر مخزن كده إيه كوليشن كان في أي حتة ويشتغلونا أكنك كنت قاعد معنا الصبح النهاردة في الوزارة أنا ومعالي الوزير وبنتحدث هذا الأمر وأقول لحضرتك إيه القرارات حلو قوي الكلام ده خلونا بسرعة نروح لفاصل ونعود مرة تانية الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية خد بالك من كلمة بقى تنمية دي عشان هنجلها برضو تنمية التجارة الداخلية استنونا خلونا نجدد الترحيب بضيفنا العزيز دكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وانا بقى كنت اسال على ايه اقول يا فندم ده الناس بتخزن وبتقول لي كانك كنت موجود معانا الصبح صحيح ايه بقى اللي هيحصل احنا الحقيقه اتفقنا هيكون هناك قرار وزاري لتقنين المخازن في اشتراطات لهذه المخازن وهندي فتره انتقاليه للناس ان هي توفق اوضاعها فيما يتعلق بهذه المخازن حاجات اللي هي الهيجين الجزء اللي يتعلق بالناحية الصحية الأمن الصناعي وخلافه وبالتالي الناس اللي هي بتخزن بقى في شوية مخازن دي الحقيقة هيتصادر بضاعتها ويتصادر المخزن ويقول إلى الدولة ليه؟ ما ينفعش إن المخازن إن هي تشتغل كده بشكل عشوائي لازم كل مخزن يبقى له رخصة طبعا وله اشتراطات مش كده؟ فبالتالي يعني هتسمع قريب بإذن الله على هذا القرار إن كافة المخازن على مستوى الجمهورية يكون ليها اشتراطات تتعلق بالنواحي الصحية والأمن الصناعي وعشان ما نظلمش أصحاب المخازن أو التجار هنديهم فترة انتقالية أو فترة سماح لتوفيق أوضاعهم
فيما يتعلق بهذه المخازن. ومن لم يفعل ومن لن يفعل فستكون الدولة له بالمرصاد، هتصادر هذه البضاعة. وأنا عايز أقول أن الدولة الحقيقة بيبقى لها أدوات قوية جدا في التعامل مع يعني من يسيء إلى أقوات الشعب المصري. يعني ما تبص على مباحث التموين والتجارة الداخلية، تبص على جهاز حماية المستهلك، حجم القضايا الحقيقة والكيسز اللي تمت خلال الفترة السابقة. يعني كنا بنصل في اليوم إلى 1000 وشوية. وخلي بالك قضايا التموين والتموين مش الغذاء فقط، يعني زي ما كنا بنتكلم كل حاجة من سيارات، أي شيء بيتم التجارة فيه داخل حدود الدولة، أي سلعة بيتم المتاجرة فيها دي تحت ولاية وزارة التموين والتجارة الداخلية. فكنا بنصل إلى كيسز بالألوف في اليوم الواحد، وفي نفس الوقت دي بتبقى قضايا أمن دولة عليا، يعني مش أي قضية. اللي بيحبس البضاعة أو بيخزن البضاعة مش كده، أو اللي بيعطش السوق، أيوة مش كده، ده الكلام اللي بيقال مش كده. طبعا انت ما بتقدرش النسب تصل الى نسبه 100%، يعني أكيد. ما عندكش استحالة. يعني ولم يكن في يوم على الكره استحالة. الارضيه ان اي اجهزه رقابه او تفتيش بتقدر ان هي السيطره 100% بالظبط، ان هي بقى عندها كفاءه في السيطره على السوق بنسبه 100%. انما الحقيقه يعني انا بقول في تعاون كبير مع الاتحاد العام للغرف التجاريه والشعب المختلفه والتجار. الحقيقه يعني احنا في اهلا مدارس، بيبقى في مواسم تعرف الوزاره بتتواجد فيها بكثافه عشان تعمل اتاحه اكبر وتقلل الاسعار. يعني اهلا مدارس النهارده في محتوى كبير جدا من المنتجات، مش فقط المنتجات المدرسية إنما منتجات أخرى، عملية التمويل للمدارس ومصروفات المدارس، فهناك بنوك عملية. فعندك الحقيقة أصبح النهاردة الإيفنتس اللي بتتعمل ديت أو المنتديات أو المعارض اللي بتتعمل زي أهلا رمضان أهلا مدارس، بص على الكثافات بتاعة الجمهور أو المستهلكين طبعاً. في هذه الـ أقول المتاجر الكبيرة أو المتاجر المتنقلة أو المتاجر الانتقالية. أنت عارف بيبقى فيه يعني الحقيقة مجموعة من أقول بتعمل متاجر بشكل مؤقت في المحافظات وبتكون موجود فيها كافة أنواع السلع طبقا للمناسبة بتاعتها طبعاً. سواء سلع رمضانية أو سلع المدارس أو سلع تتعلق بالأعياد في الأوكازيون خلال الفترة طبعاً. اللي فاتت وكم المحلات المشاركة في هذه المناسبة. ده كله أنت بتحاول تعمل إيه؟ رواج للسلع، أصلا بتعمل رواج للسلع، وده جزء كده من تنمية التجارة الداخلية، ده من تنمية الاقتصادية. ليه؟ أما بتعمل رواج للسلع فبتخلي المصنع ينتج أكتر، ينتج أكتر مش كده؟ ينتج أكتر، يبقى أنت بتزود إجمالي الناتج المحلي. طيب طول ما ده شغال يبقى أنت بتزود معدلات النمو. صح. معدلات النمو في أي دولة بتيجي من مجموعة من العناصر، يا إما بتزود حجم القاعدة الصناعية بتاعتك، بتزود حجم التجارة سواء الداخلية أو الخارجية مع العالم الخارجي، أو الاستثمار أو الادخار أو الاستهلاك. والحقيقة جزء رئيسي من إن إحنا السنة الماضية تعدينا 6% في معدلات النمو كان بسبب كثافة الاستهلاك. بسبب ايه؟ كثافة الاستهلاك. كثافة الاستهلاك معناها ان انا في عندي قدرة شرائية اوسع، عندك قوة شرائية. قوة شرائية اصلا ما بيكون في استهلاك يعني بيقوم بانتاج، معناها فرص عمل اكتر. بالظبط، يعني الناس معاها كاش، اللي معاها كاش بينزل يتسوق او يتبضع فبيحصل على هذه البضاعة وبتبقى ملكيته، وبعد كده بتنزل بضاعة مرة اخرى من مصانع، فبالتالي حركة دوران الاقتصاد بتبقى الحقيقة إيجابية للغاية. طب بتقدروا يا فندم ترصدوا القطاعات أو الشرائح الاقتصادية والاجتماعية معدلات استهلاكها بتبقى قد إيه وبتزيد ولا بتقل؟ يعني ممكن يجي حد دلوقتي يقول لي إيه، معدل الاستهلاك بيزيد بس دي شرائح اقتصادية، إما طبقة متوسطة في شرائحها العليا أو عند الناس الأغنياء، لكن الناس التانية بتقدر إن حضرتك to trace and track أو ترصد وتتبع ايه هي القطاعات اللي بيحصل فيها زياده في الاستهلاك، او ايه هي المنتجات اللي بيحصل فيها زياده في الاستهلاك. وفي خلي بالك في زياده في الاستهلاك بتبقى موسميه، طبعا يعني السلع الرمضانيه دي بزياده الاستهلاك، حلويات الكبير مثلا كده. ففي مواسم بتلاقي ان الكور بتاعك او الاساس بتاعك بسبب المناسبه فبيحصل معدلات استهلاك كبيره طبعاً. جدا تمام. انما في سلع بقى اللي هي الطبيعيه على مدار السنه، يعني مثلا لما تيجي تقول لي الرز، السكر،
الشاي، رز وسكر ودقيق وشاي، تقول لي الجبن، هقول لك دي حاجات بتبقى موجوده. عاملين حساباتنا مش بس على كل شريحه، على كل محافظه. انا عارف المحافظه دي، خلي بالك في محافظات مثلا الاستهلاك بتاع الرز بيبقى كثيف، محافظات تانية بتاخد رز اقل. في نفس القصه في الخبز، في ناس بعض المحافظات بيبقى استهلاك الخبز بتاعها كثيف، في ناس او بعض المحافظات بيبقى استهلاك الخبز قليل. فاحنا عاملين السيجريجيشن او النوع من الدراسه، كل محافظه في كل منتج بتستهلك قد ايه امتى. حلو جدا ده. فبتقدر تعرف السوق وحجم الاستهلاك وهضخ قد ايه في الحته دي وهكذا. يعني اقول لحضرتك المصريين السنه اللي فاتت انفقوا واستهلكوا 2.1 من 10 تريليون جنيه. ما شاء الله. 2.1 تريليون جنيه حجم استهلاك وانفاق المصريين خلال العام المنصرم. يتوقع ان هذا الرقم يتعدى بزياده تصل الى 15%. طيب اقول لحضرتك بقى ازيدك من الشعر بيت، ان يعني 30% من هذا الاستهلاك والانفاق في سلع غذائيه. في الايه يا فندم؟ سلع غذائيه. سلع غذائيه. نعم. يعني كام المصريين دفعوا وصرفوا واستهلكوا بما يتعدى 700 مليار جنيه. هتلاقي بعض الشهور مثلا بيحصل الاستهلاك فيها بيزيد جدا زي رمضان، بيبقى الضعف تقريبا. بيبقى تقريبا ضعف الاستهلاك. مع ان الناس المفروض صايمه الفتره الاولانيه، انما انت عارف دايما بعد احنا اهل كرم، احنا اهل كرم، وربنا يعني ايه يديم هذا الامر عادة. ربنا يديم هذا الامر. انما انا عايز اقول لحضرتك ان العالم حوالينا ابتدى يخفض من استهلاكه، مش بس في الاكل والشرب، في كل حاجه. كله يعني النهارده ما بتبص على التضخم في بريطانيا، النهارده التضخم في بريطانيا عدى 9%. امريكا نفس القصة. متوسط الموجات التضخمية في أوروبا في 28 دولة تحت عباءة الاتحاد الأوروبي تعدى 10%. طب الناس عملت إيه؟ ابتدت ترشد الاستهلاك. صحيح. ابتدت تضع أولويات للاستهلاك، السلع اللي هي فيها رفاهية ابتدت تتجنبها تماما، وبقى يركز على كيفية الادخار. طبعا إحنا هنا في مصر الوضع مختلف شويتين ثلاثة مش كده، لان الدخل بتاع المجتمع او بتاع الاسره قليل، فبالتالي معظم الدخل بتاعه ما كانش يتعداه هو بيستهلكه في اساسيات الحياه. ده صحيح. تمام. فواجب على الدوله ان هي تقف جنب هؤلاء اللي هم يستحقوا هذا الدعم، على اساس ان هي توفر لهم السلع الاساسيه باسعار عادله، وفي نفس الوقت ان هي تتحمل الموجات التضخمية والزيادات السعرية اللي طرأت على معظم السلع على مستوى العالم اللي احنا بنستوردها، وما تمررش هذه الزيادات للمواطن. هدي لحضرتك مثال. الزيت. الزيت كان طن الزيت ب $750. وصل لغاية $2000 بعد الحرب الروسية الأوكرانية، اللي انت عارف روسيا وأوكرانيا من الدول اللي هي منتجة للأقماح والزيوت، بجانب طبعا دول أمريكا اللاتينية. طيب لما زاد الزيت من $750 للطن وبقى $2000، وانت بتستورد 97% من استهلاكك في الزيوت، وما حصلش زياده لسعر ازاز الزيت، تحركت من 21 جنيه ل 23 جنيه، بس بص الزياده اللي طرقت بقت كام ضعف الناحيه الثانيه؟ مرتين ونص، مرتين ما كانش ثلاث مرات. فالمفروض ازازه الزيت اللي المواطن بيتحصل عليها، وده حقه انه يتحصل عليها بسعر عادل. تمام. بس الدولة تحملت الزيادة من المصدر بدلا من أن تحمل كل الزيادة، بدل ما هي تحمل أو تمرر هذه الزيادات للمواطن. فدي إضافة جيدة جدا بالنسبة للسلع الأساسية. أما تيجي تبص على رغيف الخبز، رغيف الخبز تكلفته على الدولة 80 قرش، بيباع للمواطن تحت مظلة الدعم بخمس قروش. يعني الدولة تتحمل يوميا على الرغيف 75 قرش. بننتج تقريبا قد ايه؟ بتنتج من 270 مليون ل 275 مليون رغيف، يعني بنتحمل حوالي 130 مليون جنيه فرق يوماتي سعر كل يوم. بننتج قد ايه؟ بننتج في السنه ما يقرب من 90 مليار رغيف. دوله بحجم مصر دوله عظيمه، فيها نمط استهلاك مختلف عن انماط الاستهلاك في الخارج. مش كده؟ طبعا. فبالتالي انت يجب كدولة انك تتعامل مع هذا الموقف، تأمن مصادر الامداد وسلاسل الامداد لهذه السلع
اللي انت بتستوردها من الخارج، مش بس تأمن هذه المصادر، تنوعها، تزود تخزينك او احتياطاتك الاستراتيجيه لهذه السلع. احنا بنعمل حاجه اسمها مخازن استراتيجيه مع البرايفت، مع القطاع الخاص، في ظل توجه الدوله للتخارج من بعض الانشطه، فعملنا حاجه اسمها اوف تيك اجريمنت، ان القطاع الخاص هو يبني مخازن. بس عشان تبقى حضرتك تعرف، بس المخزن بيبقى على 10 فدان، يعني بتكلم على ما يتعدى 10 فدان يعني 4000 متر، بتكلفه استثماريه مليار للمخزن الواحد. مخزن الواحد ده عشان هيبقى فولي اوتوميتد، هيبقى كله مميكن، تقدر تعمل ستوك كنترول، عارف كل مخزن فيه ايه، مسحوباتك من البضائع عامله ازاي. المخازن دي هنعمل المفروض 7 مخازن على مستوى الجمهورية، وده توجيه رئاسي انك انت تزود الاحتياطي من السلع النهائية. فتلاقي ازازة الزيت، كيس السكر، العبوات، الكيلو، ال 800 ملي، وتقدر ترفع هذا الاحتياطي من 5 شهور الى 8 شهور. فأني سلع في السلع النهائية. انا ما عنديش مشكلة في السلع الاستراتيجية، مأمنها وحاططها في الصوامع، عندي حبوب وعندي غلال، والصوامع ذات كفاءة عالية جدا، ما بيحصلش فيها هدر أو فاقد. فالنهاردة الدولة بتتحدث إن هي تتشارك مع القطاع الخاص، وتترك بعض القطاعات للقطاع الخاص إن هو ينمو فيها، وأنا أجر بقى. يعني القطاع الخاص هو اللي هيستثمر، هو اللي هينشئ، هو اللي هيدير، هو اللي هيشغل، هو اللي هيصين، مش كده؟ وبعد كده ده بنظام حق الانتفاع، بعد 30 سنة يقول المخزن مرة أخرى إلى الدولة، أو يتم تمديد أطلع. على أن يقول مرة أخرى في حالة جيدة بالمناسبة، عشان طبعاً ما تبقاش متصورة ده بيبقى فيه requirements. لا 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 لا, لا 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 مهم جدا حيك قلته، أن لازم لما تاخد الأصل بتاعك أو يعود الأصل بتاعك إلى حضانتك من القطاع الخاص، لازم يكون له اشتراطات. صحيح، مش كده؟ صحيح. حبيت أنك أنت تمدد هذا التعاقد أو هذا الاتفاق مرة أخرى، فليكن. يعني لو عايز تدي قطاع خاص مرة أخرى فليكن. طبعا. لا طبعا. إحنا النهاردة عندنا هنعلن عن 3 مصانع للزيوت جديدة، ما الشراكة مع قطاع خاص. فالشراكة مع قطاع خاص أصبح التزام، وإنك تدي لقطاع خاص مساحة في معدلات النمو وفي الاستثمار وفي إجمالي الناتج المحلي، عشان ترجع تاني مرة أخرى إلى أن القطاع الخاص بيقود دفة الاقتصاد. طيب أنا هستأذن هروح لآخر فاصل معنا في الحلقة، وهنكمل الكلام، لسه عندنا حاجات كتير عايزين نقعد نتكلم فيها، استنونا لو سمحت. واحنا بنجدد الترحيب بدكتور ابراهيم عشماوي، اقدر اقول لكم النصيحه اللي قالها لي، الحاجه اللي اغلى من سعرها 1، روح بلغ عشان الوزاره والاجهزه المعنيه تعرف تشوف شغلها. 2، اوعى تشتري حاجه انت عارف انك بتتغش في سعرها. صح صح. وبس انا بتكلم على الحاجات اللي هي السلع، اللي هي السلع الثانويه، انما السلع الاساسيه الحقيقه احنا بنوفرها دي موجوده الحمد لله بكثافه وبإتاحة كبيرة جدا، فما عندناش أي شكوى من نقص لأي سلعة الحمد لله على مستوى الجمهورية. خلي بال حضرتك، أنت ممكن تبقى في الأقاليم الرئيسية السلع موجودة، إنما في أقاليم أخرى ما يبقاش فيه سلع، ده مش موجود ومش وارد. تمام. فإحنا بنغطي الجمهورية كلها. فأما فيما يتعلق بالسلع الأخرى اللي هي السلع الثانوية أو السلع اللي فيها نوع من الرفاهية، فأنا بقول عندك حاجة من 3، يا إما تبلغ الأجهزة المعنية سواء حماية المستهلك أو مباحث تموين والتجارة الداخلية، ده 1. 2، إنك أنت تستغنى عنها مؤقتا، تمام، أو تشتري البديل. صح. هما دولت على فكرة أنا ما بخترعش، بس بقول دي الأدوات اللي بيتعامل بيها المستهلك عند وجود غلاء في أي سلعة غير أساسية. خلي بال حضرتك النهارده مثلا ما فكر البدائل النهارده، انك توفر البدائل. يعني مثلا الناس بتحب الرز، طب ما ممكن اوفر لهم مكرونه، والمكرونه يبقى بديل او مع الرز مثلا. اللحوم نفس القصه، ممكن الناس بتاكل لحوم، ممكن يبقى بديل أسماك. يبقى اسماك، واسعار الاسماك الحقيقه مهاود جدا. اسعار اللحوم زي ما ذكرت ان هي انخفضت في المجمعات الاستهلاكيه، وصلت 72 جنيه. فانا دايما بقول فكر البدائل لازم يكون حاضر لدى المستهلك، فكره البدائل وفكره الترشيد
وفكرة الاستغناء عن ما هو رفاهيات، يعني سنويات. بالظبط. أنا مش عارف أقول لحضرتك إيه، أنا كنت عايز نقعد أكتر من كده بكتير، وأتمنى إن إحنا نتقابل جوه البرنامج وبره البرنامج، أنا هبقى المستفيد. فأنا اتشرفت جدا بوجود حضرتك معانا النهارده دكتور. ألف 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 شكر، كل الشكر لضيفنا العزيز دكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية. استغنى عن اللي ملوش لازمة، هات الأساسي اللي تلاقيه بيغش بلغ عنه، وما تشتريش الحاجة اللي أنت شايف إنه سعرها مبالغ فيه. يعني ليه يا عم؟ وفي حد ضربك على ايدك؟ خلصت الحلقة لحد كده، لو كان لنا العمر نتقابل بكرة ان شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.